فريق فلمينينس برغم ان هم بيضموا عدد كبير من اللاعبين كبار السن الا انه عندهم من الخبرات وعندهم من المهارات اللي تخليهم يخلصوا في مساحات ضيقه. يعني من ضمن لعبهم هم اكتر لعبه مشهورين بيها بيباص في مساحات ضيقه، يباص ويبدا ان هو خلاص انت تعتقد ان الكره دي هتتقطع، ثلاث اربع لمسات تبدا انت تضغط تعتقد ان انت هتقطع الكره، فجاه يلعب اللونج باص. وده عكس الفكره بتاعت ان فرقه بتلعب على الاستحواذ، فانا عايز الكره على طول تحت رجلي، لا ده بيباص بيباص بيباص، تيجي تضغط عليه يبدا يروح لعبها الناحيه العكسيه في الفاضي، فيقدر ان هو يعمل هجمه مرتده ياخدك واحد على واحد ويبدا يتحرك براحته. عنده المهارات بتاعت ارياس برجليه الشمال، المهارات بتاعكينه من ناحيه اليمين، كانوا في الفيرود جانس واحد من اللعيبه اللي مش هتحس ان هي ليها دور هجومي، بس هو تاني اكتر لاعب في الدوري البرازيلي بيعمل تمريرات صحيحه. اللاعب اللي بيلعب بلاي ميكر رقم 10 وتحتيه اندريا، ده واحد من اللعيبه اللي ليفربول بيراقبهم. سبعه ده رقم سبعه. بالظبط. فهو عندهم لعيبه صغيرين في السن في وسط الملعب بيقدروا ان هم يستحوذوا على الكرات. لو احنا استعرضنا دلوقتي اللعيبه اللي معانا ممكن نبدا بكانو، جيرمان كانو او خيرمان كانو زي ما بينطقوها بالاسبانيه يعني. الراجل ده واحد من نجوم الفريق، وبرغم ان هو مش دولي ارجنتيني ممكن نستعرضها معانا دلوقتي، واحد من نجوم الفرقه، هو مش دولي ارجنتيني ولكنه احرز 13 هدف في الدوري البرازيلي، احرز 10 اهداف في الدوري البرازيلي و13 هدف في كوبا ليبرتادوريس، واحد من هدافين الفرقه. الاحتياطي بتاعه كينيدي اللي هو احرز هدف الفوز، هو ده واحد من ابرز اللعيبه برضو اللي موجودين، هو احرز 6 اهداف، يعتبر هو تاني مساهم للاهداف. أوكي. في الفرقه يعني عندهم 2 سترايكر هدف ورا رابحه كمان بالنسبه لهم مهم قوي يعني. احتياطي. واحنا مجهزين يمكن صور للاعبين، عندنا ارياس ناحيه اليمين برضو من ضمن اللاعبين. ده هنا المهاجم ده خيرمان كانو، 35 سنه، 10 اهداف في الدوري، صنع هدف وصنع هدف و13 هدف في كوبا ليبرتادوريس، فانت بتتكلم في راجل ساهم في حوالي 25 هدف على مدار الموسم، رقم كويس. الرقم المهاجم اللي بعده او اللاعب اللي بعده احنا بنتكلم فيه، عندنا ارياس وعندنا كينو وعندنا المهاجم البديل لخيرمان كانو. وارياس طبعا الجناح الكولومبي، 11 مباراه دوليه، بتتكلم في لاعب عنده 26 سنه، سجل 7 اهداف في الدوري ومن معدل اهداف متوقعه 5.7. بالمناسبه كانو سجل 10 اهداف من معدل اهداف متوقعه 10، يعني جاب 10 من 10 ده فرص ده تهديفه. رقم كبير. من نصف فرص. الاكس جي عنده من نصف فرص عالي جدا. جون كينيدي ده الهدف الاحتياطي الاحرز، هدف الفوز والتتويج، واحتفل هدف تسجيلاته قويه جدا كمان، تسجيلاته قويه قوي. هو ثالث هداف في الفريق، 21 سنه، 6 اهداف في الدوري، 4 اهداف في كوبا ليبرتادورس، برغم انه مش اساسي ولكن معدل تهديفه كويس جدا وبيعمل خطوره ومهاراته عاليه جدا في الواحد على واحد. اخر لاعب يمكن معانا بعد كده البرازيلي ليما، ده واحد من هدافين في الفرقه، مش هتلاقيه اساسي خالص في اي ماتش، كان اساسي في الاول ولكن بعد كده ليما نجح في ان هو ينزل واحده واحده في الفرقه وشارك في المباراه النهائيه لبعض الوقت 40 دقيقه، قدر ان هو يسجل 6 اهداف في الدوري من معدل اهداف متوقعه 2.9 وصنع هدفين، ما سجلش في كوبا ليبرتادوريس لان معدل مشاركاته كان اقل من الدوري، ولكن هو من اللعيبه البدل الكويسين. يعني هو ليما ده مع جون كينيدي، انت بتتكلم في الاثنين دول لعيبه ممكن تغير شكل يعني الراجل عنده كتير. اوراق ممكن يشتغل بيها خلال المباراه، يعني عنده مهاجم مميز وبديله مهاجم مميز كمان والاجنحه كمان مميزه فعنده بدائل دوليه كمان، عنده لعيبه دوليه. انت بتتكلم كمان في ان هو كابتن بعيدا كمان عن الاستحواذ وبعيدا كمان عن كل لعيب ممكن بيخرج عن مركزه شويه، واللي هنشوفها بكره يمكن انا اظن برده ان هو بكره هيغير من طريقته بعض الشيء قدام النادي الاهلي، لانه اكيد اتفرج على مباراه النادي الاهلي قدام اتحاد جده وشاف ان لعيبه النادي الاهلي برده لما بتضغط الضغط العالي بتاعها بتغلط بشكل كبير جدا خط الدفاع، فهو مش هيسلم اكيد خط دفاعه للسرعات اللي ممكن موجوده عند النادي الاهلي. يمكن سرعات النادي الاهلي دلوقتي هجوميا انا بصراحه مبسوط بيها، يعني كهربا او بيرستا وحسين الشحات سرعة جدا على خط دفاع طبعا فلومينينس، فبكره اعتقد الراجل بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل التوازن ده بالنسبه لخط دفاعه وخط الوسط. زي ما بيقول محمد خط الوسط بتاعهم سنه صغير، لعيبه بتقدر تستلم الكوره بشكل كويس، هم عاوزين على قد ما يقدروا يوصلوا الكوره لكينو وارياس. احنا الافضل لينا ان وسط الملعب بكره وخط الدفاع يكونوا مميزين جدا في حته تقليل المساحات بشكل كويس قوي، حته ان هم يقفلوا الملعب بشكل كويس قوي في الحته اللي ورا، وحته ان الاطراف بتوعنا او الجناحين بتوعنا لازم يفتحوا الملعب بشكل عرضي كبير جدا، لكن لانك انت في كل تمريره طوليه هتسبب عليهم خطوره وفي كل هجمه مرتده هتسبب عليهم خطوره. وكمان ملحوظه لخط الدفاع بتاعنا ان هم كثير التسديدات،
جدا. بيشوطوا من بره 18، انت بتتكلم من بره 18 كتير، معدل التسديد في المباراه 5.5 بتتكلم الوقت. كتير جدا، وبتتكلم على كانو بيسدد وبيخرج بيسدد، مارسيلو بيسدد، ارياس بيسدد، من كينو مسافات بعيده كمان مش متوقعه يعني بالزبط. ممكن 20 25 متر بالظبط. وكينو كمان احنا شفناه كابتن هنا في مصر وشفنا مستواه مهاري وبيسدد يعني. هو كابتن هو بيستلم، لو لم الواحده دي خلاص هو ممكن يسدد في جول. فبكره اكيد الشناوي عليه عامل كبير جدا، خط الدفاع عليه عامل كبير جدا، والبلوك اللي بيحصل من وسط الملعب ده بكره عليه عامل مهم قوي. ولكن يعني الاصلح ليك بكره قدام الفريق ده انك اول ما تستلم الكوره لازم تكون الهجمه المرتده واللعيب اللي انت هتبصيله انت مجهزه من اول ما تستلم كورتك، بحيث انك تستغل كل سرعه عندك ضد دفاع الفريق البرازيلي. الناس بتزداد، هم سجلوا 51 هدف في الدوري السنه اللي فاتت اللي خدوا فيه مركز سابع، 41 هدف من كور من جوه منطقه الجزاء، 8 منهم راسيات و10 تسديدات من بره ال 18. يعني مميزين في الراسيات، بيقدر كان ان هو يخلص، مميزين في التسديد من الخارج. حتى كندي نفسه هدف الفوز بالبطوله يا محمد هو تسديده، تسديده قويه جدا بالزبط. يعني تسديده قويه جدا ورا شاطها على طول بالظبط. فهو هم مميزين جدا في حته التسديدات. يعني بص حتى الاهداف الدوري اهو، ممكن يعني 51، انت بتتكلم 51 في 38 مباراه بالموسم، 41 من جوه منطقه الجزاء منهم 8 راسيات، هدفين تم تسجيلهم من هجمات مرتده من اجماء. يعني ده يقول لك ان ممكن الهجمات المرتده بالنسبه لهم لا، هم ناس بتحب دايما الاستحواذ والخدوهات. من اجمالي 18 ضربه حره تم تسديدها على المرمى، بتتكلم على يعني واحد وثلاثه يعني هدف المباراه الواحده، 10 من خارج منطقه الجزاء، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، وهدف من الكرات الثابته. يعني انت بتتكلم ان هم مش مميزين في حته الهجمات المرتده ولا الكرات الثابته قوي الا في الراسيات الى حد ما، ولكن التسديد بالنسبه لهم هو سلاح خطير جدا. لو قلنا حاجه بس لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر ماتش بكره، دي مهمه جدا. الفرقه دي بتلعب على الاستحواذ، الفرقه دي معدل الاستحواذ بتاعها 61%، هيبداوا ينقلوا كوره كتير، لازم جمهور النادي الاهلي يوفر الفرقه. احنا هم دايما كانوا في ماتش الفاينل مدعومين جدا بالجمهور بتاعهم، الماتشات اللي على ملعبهم الجمهور بيسخن الملعب والاجواء، وهم بينقلوا كوره كتير، ياخدوا صيحات الجماهير، ياثروا نفسيا على الفرقه اللي قصادهم. لازم جمهور النادي الاهلي يستيقظ بكره جدا انه ده هيحصل، وهتلاقي استحواذ. ومش مشكله انه كولر يكون في البدايه سايب الكوره، على فكره مش مشكله ان هم يستحوذوا طالما قدامنا قدام عينينا، مفيش مشكله بالظبط. المهم ازاي تطلع بالكوره، وطالما وصلت للتيت الاخراني بتاعهم وطالما خدت كره ثابته، الحاجتين دول هيفرقوا معاك جدا، وتقدر تكسب على فلومينينزي بسهوله ان شاء الله. ان شاء الله. نقاط القوه الضعف، انا اسف اللي عندهم اهم نقاط الضعف، التلت الاخراني بتاعهم لو انت استخلصت الكوره وطلعت بيها بسرعه وعديت من وسط الملعب، فانت بتتكلم تروح تجيب جول بالظبط. لان هو عندهم ضعف كبير جدا في الخط الخلفي، بطء، هتلاقي دايما الظاهرين بيطيروا وهم ما عندهمش السرعات الكافيه، فهيكون عندك مساحات تقدر تخلص واحد على واحد وتحرز الهدف. النقطه الثانيه الضربات الثابته، بتتكلم في فرقه بيخش فيها 7 اهداف منهم طيب. من كرات عرضيه، منها 3 من ضربات ثابته، ضربات ركنيه، فدي نقط مهمه جدا. حاجه كمان برضو محمد اضيفها ليك في حته الابرز السلبيات بتاعتهم، حته انك تفاجئهم. يعني دايما هم ممكن يكونوا ماسكين بيرسي او حسين او حتى يعني كهربا، ممكن يكونوا قافلين عليه. لو امام عاشور سدد او حتى اخترق من وسط الملعب، لو بتتكلم على لو كوكا بدا او ديانج، بتتكلم على لعيب تاني زي مروان عطيه، لو خدوا السلاح ده وعملوا زياده عدديه ودخلوا منطقه الجزاء، او لو لعيب عرضها لحد بره، اعتقد هتشكل عليهم خطوره كبيره جدا، وما بيعملوش حسابهم لكل الكلام ده.